شكرا. انا كنهني النادي القنيطري على الصعود يعني تسييرا ومدربا ولاعبين. طبعا انتم تعلمون انه السنه الماضيه كان كل شيء فرحان انه طلع لولا الحدث ديال الاكسيده اللي وقعت في النادي القنيطري. يعني وطبعا الظروف الماديه اللي ما توفرتش كما يجب واللي كان خصها توفر. دابا الان الحمد لله الفريق راه يعني والجمهور من اروع الجماهير الحمد لله كيبين على انه محب للفريق ومنظم. تحيدات الفكره انه كنكونوا مع الفريق ملي كيكون ناجح وكنتخلاو عليه ملي كيكون ساقط. الحمد لله هذا الجمهور عطى رساله بانه مع الفريق في السراء والضراء يعني واخا ما يكونش عاجبو شي امور. وفي نفس الوقت تبين بانه جمهور منظم الحمد لله، ما بقاش الكسر يعني بعض التجاوزات ولكن لا تعبر عن الالاف الحمد لله اللي كيتبعوا الفريق ديالهم. وفي نفس الوقت بغيت نقول هذه مناسبه، انا الان ما غادي نترشح، ماني مسؤول الان، بغيت نقولها وانا مرتاح. والله العظيم لم اتدخل يوما لا في اختيار الرئيس ولا في اختيار المدرب ولا في اختيار اللاعب. احنا في الايام 19 فقط بغيت نجاوب الناس اللي كيروجوا الاشاعات. طبعا هناك من يروجوا الاشاعات على الممتلكات ديالي كنقول لهم الله يهديهم، اللي لقى شي ممتلك انا كنهديه له. بالمناسبه هذا المكان اللي حنا فيه راه كيقولوا انا مشارك مع صاحبه، اي حاجه تزاد كيقول حشومه عليهم. ولكن هذا الشيء كنعرف كيدخل من باب واحد الفئه راه مسخره لهذا الغرض. يعني وصل بهم الامر يقولوا عندي ممتلكات في كندا وتركيا وفي مربيه وحكايات ما خلاو. ولكن انا كنقول لهم على لقيتهم انا كنهديها لكم. ولكن بالنسبه للنادي القنيطري يعلم الله لم اتدخل يوما، ربي اللي عالم، لم يتدخل يوما في اختيار لا رئيس ولا مدرب ولا وراه قالها واحد المره السي محمد الشيب ولا مسؤول، ما عمري كنعرف حتى سميت بعد المدرب ولعب والرئيس حتى كيتلاقاو وتيطلعوا شي رؤساء. فلذلك انا كنتمنى باش انا بغيت نقول هذا الشيء وانا ماشي مسؤول وانا ماشي مرشح باش ما يتسماش انني بغيت نخدم بها الانتخابات. بغيت نقولها باش واحد العدد ديال الشباب اللي كنتلاقى بهم يقولوا لي كنقول لهم الله يجزيكم بخير ما تسمعوش الاصوات السيئه الخطيره. ثم بغيت نقول واش كاين شي واحد اللي غادي يكون ضد النادي القنيطري ووصلت لهم 500 مليون ديال المنحه في العام مع الاخوان ديالنا صادقنا عليها 500 مليون، احنا وصلنا 500 مليون في العام. اول فريق يحصل على منحه كبيره ومع الشباب والرياضه ومع الجامعه استطعنا نديروا صادقنا على ملعب من احسن الملاعب. وخذينا قرار باش جوج العمارات تاخذهم في النادي القنيطري، عمارة إدارة وعمارة يديروها مرافق تجارية يعني. واتفقنا معاهم باش ياخذوا الحوانت اللي تما ويشوفوا كيفاش يكريهم يكون مدخل. وعطيناهم الملعب ديال الصويري باش يتحول إلى مركز إلى أكاديمية ديال النادي القنيطري. وكاين شي واحد ضد النادي القنيطري يقرر هذا الشيء؟ شي كامل خذينا فيه القرار. فإلى أنني نقول لكم أنا كنت ضد بعض الممارسات ما عندها علاقة بالرياضة، ضد بعض الممارسات كتوقع في مقاهي، ما بغيتش نقولها باش ما نسيء حتى لشي واحد. ضد بعض الممارسات كنت في مقاهي انا خديت قرار كما كنت رئيس الجامعه يعني ماشي ضد واحد قال لك راه كان ضد واحد وكذا. خديت جوج ديال القرارات ضدهم. انا خدينا قرار وانا رئيس الجامعه يعني باش نحاربوا القمار في بعض المقاهي ونحاربوا الشيشه في بعض المقاهي. وماشي والمقاهي كلها درنا عليها حمله، وخاصه المقاهي وبعض المقاهي كيمشيو لها اولادنا ديال 14 عام 16 عام 18 عام اللي هما في الثانوي اللي في الاعدادي. فانا خديت قرار انا ذاك. طبعا ماشي ضد حتى شي واحد، كنقولها ماشي ضد حتى شي واحد، ضد شي واحد. وانا كنتمنى نستمروا في هذا الشيء راه وليداتنا كيضيعوا. انا كنتمنى دار حمله وتشوفوا شكون اللي كيمشي. والقرار الثاني اللي تاخذ هو انه في اطار وزاره التجهيز في 2013 انه باش تولي هذه مارينا كتنافس المارينا ديال سلا. هذا المكان هذا الجميل اللي حنا كنشوفوه فيه 22 هكتار وخذينا قرار كان كيجيو جوج الباطوات ثلاثه يعني. وخذينا قرار بالمناسبه ماشي حتى المصانع اللي كانت تما مع السيد الوالي السابق عطيناهم اماكن اخرى فين يديروا المصانع ديالهم باش نحيدوا المصانع من هنا. وهذه كلها تحول مارينا فيها فنادق فيها مراكز فيها اسواق ديال الصناعه التقليديه فيها مطاعم فيها متعب باش بحال تقريبا تكون كتنفس المارينا ديال سلا. خذينا هذا القرار هذا والاخوان اللي كانوا كيشتغلوا في الجانب ديال النشاط البحري عطيناهم مقترحات اللي بغي يمشيو للدار البيضاء نعوضوا لهم في الدار البيضاء الى غيرها. فما كاين ضد حتى شي واحد. وانا كنقول دور السي دومون نشر هذا الشيء الله يوفقه. وانا نقول لك كانت تتصلوا بيا الناس كيقولوا لي يا دومون انت مختلف معاه، كنقول لهم يا ربي طلع الفرق. انا فرق ما بين يختلف معايا السي دومو وما بين الفرق هذا ملك للجميع ويحبها الجميع وخصها تطلع حتى القسم. السي دومون الله يجازيك بخير. وانا كنقولها هذاك الشيء اللي في البلديه ديالك راه غير صحيح بالمره. اي
والمستقبل توكل على الله وزيد مع الفريق ديالك، ونتمنى تنجح انك تدير اكاديميه باش ان شاء الله توصل لدرجه نبيعوا اللعابه الى الخارج. وراه بالمناسبه ماشي عاد الشيء اللي درت مع النادي القنيطري، راه جبت لهم سانتوس باش دير، مشيت دير سانتوس وجار المسؤولين ديال سانتوس باش يديروا اكاديميه سانتوس مع النادي القنيطري. كاين شي واحد تيبغي النادي القنيطري ويبغي وما يجيبش لي. جبنا ليها البرازيل ودينا المونبولي ودينا المالاغا ودينا عند سانتيتيان، مشيت تلاقيت مع الرئيس ديال سانتيتيان كنقول له الله يخليك اجي وربط لهم علاقات انتي باش يمكن لهم ربط لهم علاقات، وانا ما مفهمش مع ذوك الرؤساء اللي كانوا انذاك، راه انتم عارفين هذا الشيء، ولكن انا كنفكر في النادي القنيطري. فكان شي واحد يكون يجيب لهم هذه الفرق الكبيره باش، ومشيت عند فالادوليد مشيت زرتهم باش يديروا اكاديميات ويديروا شراكات مع 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 النادي القنيطري. واكثر من هذا الشيء الاخوان اللي بغاو يديروا اكاديميه ديال الرياضه عطيناهم الاراضي في اطار شراكه مع الجامعه، ولا وكل واللي بغى يدير ناطاسيون قلنا له نديرو، اللي بغى يدير جيدو قلنا له ديرو، اللي بغى يدير الفوت قلنا له. حنا القنيطره هي مدينه ديال الرياضه، واجمل ما فيها هو النادي القنيطري، ولذلك اللي بغى يستمر يقول اللي بغى يقول بغى، ولكن انا قلت لكم الحقيقه. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في.